36 مقعدا في مجلس النواب المصري يتنافس عليها 72 مرشحا في جولة الإعادة في دوائر محافظة الجيزة الانتخابية. ويملك حزب مستقبل وطن الذي تأسس قبل أقل من عام أكبر عدد من المرشحين بستة مرشحين، يليه حزب الوفد بخمسة مرشحين، ثم حزب المصريين الأحرار بثلاثة مرشحين، إضافة إلى عدد من المستقلين. ويعول المرشحون والقوى السياسية على إقبال أكبر عما كان عليه الحال في الجولة الأولى التي جاءت المشاركة فيها أقل من استحقاقات انتخابية سابقة أجريت عقب ثورة 25 من يناير. لا يوجد اختلاف، نفس التجارب ونفس بيبقى ساعات في إقبال بزيادة، والانتخابات الرئاسية كان بيبقى فيها نسبة الإقبال أزيد من انتخابات البرلمانية. وتنحصر المنافسة في جولة الإعادة بين عدد أقل من المرشحين مقارنة بالجولة الأولى، ما يسهل على الناخب الاختيار والمقارنة، لأن الاستحقاقات الانتخابية المتتابعة في فترة زمنية قليلة تبدو وقد أثرت سلبا على حجم مشاركة الناخبين بشكل عام. قمنا بثورتين عظيمتين، كان من الواجب أن تتحسن أحوال الناس، أنهم يحسوا بأن الثورتين دول عملوا شيء مهم للناس. فثورتين عظام، وانتخاب رئيس جمهورية وانحياز الشعب المصري كله للرئاسة الجديدة، إنما ما فيش الإصلاحات الواجبة اللي بيتمناها الشعب. انتخابات يعني انتخابات، لازم ننتخب، أما نسيبها لمين؟ أنا شايف دور مهم لينا جدا إن احنا ننزل وننتخب، حتى لو في شوية إحباط عند الناس إن احنا ممكن الانتخابات ديت ما تبقاش المجلس اللي جاي دوت ما يبقاش مجلس قوي. ويجري الاقتراع في جولة الإعادة على 222 مقعدا بالنظام الفردي، وذلك بعد أن حسمت قائمة في حب مصر المؤيدة للرئيس السيسي المنافسة على القوائم لصالحها في الجولة الأولى وفازت ب60 مقعدا. محمد معوض، الحرة، الجيزة.